هسه نور المالكي قبل 2003، وهذا مو اني، نور المالكي قبل 2003 كان فقر وحكيه هو مو اني، وناس اهله ناس بسطاء على قد حالهم وهمين حكيه هو مو اني. يعني نور المالكي قبل 2003 ما كان ابن بنيه، نور المالكي قبل 2003 ما كان ابن الشادرشي، نور المالكي طبعا هاي العوائل انه هسه اذا احد يعرف انه هاي دخل اسمائها بالموسوعه العالميه انه من العوائل الغنيه بالعالم، يعني ماخذيها ابا عن جد وراثه الغنى، مو اجى فقر وصار غني، لا هذول عوائل دخلت بالموسوعه العالميه العوائل الغنيه بالعالم وموجودين بالمتحف اسمائهم. نور المالكي وين كان قبل 2003؟ كان ابن واحد من هاي العوائل؟ لا. زين انطون الفيديو مال نور المالكي شنو كان قبل 2003؟ طونيا المالكية السبعينيات قبل مغادرته العراق الى سوريا. ولدت عام 1950 في قضاء الهندية قرية جنالة. يسكن في منزل بسيط وأثاث متواضع في قرية نائية بقضاء الهندية بكرامة. كانت الأمور صعبة. أنا كنت أسبح يوميا بالصيف طبعا ما أقل من 3 ساعات. هاي الغرفة كانت الليلة الأخيرة اللي أنا بديتها بالعراق هنا في هذا المكان. كانت تخت مال الوالدة نمنا عليه. فماذا كان حاله في سوريا؟ فكنا مأجرين غرفة في السيدة زينب، بعدين ظروفها كانوا مأجرين غرفة بسوريا بالسيدة زينب، هاي شوكت في 79 في غرفة تقع كمل. على سطح إحدى العمارات في منطقة السيدة زينب. حياة بائسة دفعته إلى أن يفتح بسطية له على قارعة الطريق لبيع المحابس والأحجار. ترك المالكي بيع المحابس واتجه للعمل كحملدار. ارتقى اصطحب المعتمرين والحجاج الى هنا صار حملدار هو والجعفري وصلاح عبد الرزاق ابو مشروع النخله اللي بساحه كارمانه. تمام شوفهم هذول لا كانوا ولد عز ولا اغنياء ولا اثرياء ولا مثل ما هسه يقولون للناس انه احنا الله مفضل علينا وهذا من فضل ربي. لا حبيبي هذا مو من فضل ربك. كمل. تحدث في صحبة رفاقه في حزب الدعوة. قررت انه يوميا لازم اصرف دينار، لازم ما ناكل اكثر من يوميا وجبتين بحيث الدينار يكفينا، وبقي على هذا الحال حتى سقوط نظام صدام في 2003. وفي غفلة من الزمن أمسك حزب الدعوة بالسلطة في العراق وتسلم بائع المحابس قيادة الحكم في العراق. قصور عدة 600 مسير ما أدري كذا، رئيس وزراء حجادرية وكردستان وقصور وكذا. شنو حقيقتها؟ هذه طبيعية، المالكي الذي كان يعيش في غرفة خاوية لا تصلح لعيش الحيوانات أصبح يسكن أحد أجمل القصور في الشرق الأوسط على ضفاف نهر دجلة. قصر تاريخي تمام في خليلية. من بياع محابس إلى حملة دار قطب الحجاج إلى صاحب أكبر ميزانية مو باسمه حتى لا باكر عقبه يطلع يقول مو باسمه وموزعهن. انا اعرف من هم الناس اللي يديرون بالموضوع، الواجهات مالته الرئيسماليه اعرفها، اعرف منهم كم واحد، واذا رجع رئيس الوزراء انا بطل. اعرف منهم كم واحد، لا بعيد عن خشمي يرجع رئيس وزراء. المهم اني سؤالي أبو إسراء، من بياع محابس إلى حملة دار قطب الحجاج منين جاب هاي الثروة؟ منين جاب؟ وكانوا جماعته يقولون إحنا كنا من إجينا للعراق، وهذا كلام موفق، يقول إحنا كنا نتمنى المالكي أبو إسراء يحصل مدير عام بطويريج. هاي إذا أكو بطويريج مدير عام.